ورحمة الله وبركاته. نقول لكم فضل الصورة من سور القرآن الكريم ومختصر الصور إن شاء الله، وفيها كنوز عظيمة جدا، وإحنا يعني صعب إن حد فينا يعرف المعلومات دي. سورة القدر هنقولها عند السفر، بنرجع سالمين غانمين. هنقولها عند قضاء أي مشوار مثلا في وزارة هنقضي مصالح، هنقولها قبل ما نروح، ونقولها نكررها كتير لحين المصلحة قضيت إن شاء الله، ونرجع مسرورين القلب وكده. كمان هنقولها لو في مكان موحش واحنا فيه هنقراها إن شاء الله، هيحول بيننا وبين المكان الموحش ده والشياطين بإذن الله تعالى. كمان هنقراها على نصيب الزوجة أو الأبناء، هنشوف فيهم شر بإذن الله تعالى. دي أقل حاجة بنقولها، والسلام عليكم.